إذا محمد الرداد صحفي، كنعيش اليوم يعني في إطار المؤتمر الدولي للعلم في خدمة التنمية المستدامة اللي نظمته كلية العلوم وخصوصا مختبر البحار والتربة، وكانتنا دعوة أننا نجيو أننا نعيشوا يعني تغطية وكذلك نعيشوا هذه التجربة ديال الإنذار المبكر في حالة وقوع يعني كارثة لا قدر الله بساحل جديدة تسونامي مثلا. ويعني كانت تجربة مهمة اللي عشناها رفقة الخبراء والأساتذة والباحثين والطلبة كذلك ديال الماستر ديال كلية العلوم بجديدة، واللي هي تجربة مهمة واللي كتدخل في إطار البحث العلمي من أجل كذلك أن هذا المختبر يوجد خرائط للسلطات المحلية وكذلك للأساتذة والباحثين من أجل أن تتفادى لا قدر الله مدينة الجديدة خطر التسونامي، ويعني يكون كل شيء معبأ من أجل يعني الولوج إلى مثلا إلى يعني طوق النجاة. وخذنا تجربة من الساحل ديال الجديدة يعني بالكرونومتر يعني فين غنمشيو، مشينا يعني واحد المكان مرتفع اللي هو المكان اللي كتوجد فيه ثانوية الرازي. تجربة مهمة تشكر عليها كلية العلوم التابعة لشعيب الدكري، وكذلك هي تجربة اللي عشناها واللي نتمنى أن مدينة يعني الجديدة تكون نموذج ديال هاد التجارب في البحث العلمي اللي تأخذ عليها عدة دول بينها مثلا دول إفريقية ودول عربية. شكرا لمنبر مازاغون 24.